رجال وبنات وهياب واخرتها ما عندك احد. تكفي اللي جايبنا في ذا المقطع تقول غاز القطاوة الحين. الحين تشوف القطاوة اللي تخربش بعد. هلا والله بالعيال اركد بديتك. هلا والله. خير ان شاء الله، وش عندك؟ اما عاد وش عندي، كل ذا المعروض ما انت شايفه مصلح الرقم اللي فوق. اقول ضف وجهك احسن لك. طيب اذا ضف وجهه ما يجي البنية لبه؟ لو نشوفكم هنا مرة ثانية ما يحصل لكم خير. متأكدة ان هذا بيته؟ ايه متأكدة، هو قال لي هنا، بس ظهر انه ينتظرني داخل البيت. يعني وشو يا هبلة، تدخلين جوا؟ لا ما راح ادخل، راح اخذ الاغراض من عند الباب وامسح سولي وارجع ركض. طيب يلا بسرعة بسرعة لا تتأخرين. يلا لا حلوة الصراحة، حلوة. بس كنت متأكد انك حتجين تاخذين هديتك. لو سمحت اخلص علينا، عطني جوالك امسح صوري وهات الاغراض كذا عند الباب. طب ادخلي تفضلي لا تخافي. انت وعدتني تعطيني اياهم من عند الباب، لو سمحت ما ابغى اتأخر. اها اوكي. Thank you.
كيف الجو بطل يا لباء؟ اجي الاستراحة. احنا مو قلنا لكم لو شفناكم مرة ثانية ما راح يحصل لكم طيب؟ أموت أنا. يا ربي أنا وش سويت يا خوفي؟ كنت بحت الرجال. يا الله يا الله، هذا هو الحق اللي يتصل. ها يتصل أجه ما مات عايش، ردي عليه. إلا هذا هو رقمه. طيب ردي. ماي حبيبي تسمعيني، حنا كنا خايفين ان الرجال يكون ميت، بس الحمد لله هو عايش. اسمعي، لو اتصل فيك 1000 مره لا تردين عليه، فهمتي؟ خلاص حدا تبكين. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. يا ربي انا وش اسوي؟ اموت نفسي علشان ارتاح؟ وش فيك انت انهبلتي؟ تاذين نفسك عشان واحد حقير مثل ذا؟ انت تدرين انه يقول ممكن يحط مخدرات في سيارة ابوي او حتى يورط اخوي عامر ويدخلهم السجن؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيه. طيب ها وش السوات؟ وش بتسوين؟ وش رايك؟ اروح له؟ وشو؟ انهبلتي انت مجنونة؟ تروحي له عشان يذبحك؟ ايش؟ يذبحني؟ هي يذبحك، واحد مثل ذا ممكن يسوي اي شيء. طيب قولوا لي وش الحل؟ اسمعي يا مي، موضوع مثل هذا ما ينسكت عنه، لازم تكلمين اخوك وتصارحينه بكل شيء. مجنونه انت؟ تبينه يموتني؟ لا تخافين، مهما كان هذا اخوك ولازم يعرف كل شيء، واذا انك خايفه انا مستعده فهم السالفه كلها. ليه ما علمتيني من الاول؟ قسم بالله لا اذبح واشرب من دمه ذا الورع. يا اخوي يا عامر اذكر ربك، الحمد لله ان احنا تصرفنا ولحقنا عليه، وبياخذ جزاء واكثر من جزاء بعد. لا حول ولا قوه الا بالله. خلاص اسكتي بعد، تصحين عندي هنا؟ انتبهي تقولين لامي وابوي الى ما اتفاهم مع ذا الورع. ان شاء الله. الا صدق من امس انا اكلم عامر ما يقفل جواله، ما يرد علي. ما ادري تلقاه عنده هلا ولا مرتبط مع ابوه، ما ادري يا اخي، ولا طلع يغازل ما يبطل حركاته. عاد تصدق اتوقع انه طلع يغازل ومسكوه الهيئه سلابه، وجه ذاك مو وجه غزل. لا والله ما حد خربه اصلا الا انت واشكالك. اسكت انت الثاني بعد. يلا يلا شوف. ها هلا والله، احلى بنت شفتها في الكون كله، هالمرة من غير عصبية ومن غير اي مشاكل. هتدخلني صح؟ بيض الله وجهك، الله لا يحرمنا منكم. احنا الشباب المتفائل بدنيا وقف عدد تنسلى من الاسال خلف الاجمل.